دكتور سعد عادل المدير التنفيذي لمستشفى كليوباترا نيل بدراوي، واحده من مجموعه مستشفيات كليوباترا. احنا في مجموعه مستشفيات كليوباترا كنا حريصين على المشاركه في المنتدى الاقتصادي للمصري اليوم. طبعا بنشجع الاقتصاد المصري ودايما بنحافظ عليه وعايزين انه يكبر وينمو. احنا في المجموعه يمكن هدفنا دايما التميز في الرعايه الصحيه، ويمكن التميز دوت بيجي من عن طريق حاجتين. اول حاجه ان احنا يمكن بنهتم جدا بكل التطورات في الاجهزه الطبيه واحدث الاجهزه الطبيه، ويمكن تم اضافه جهاز الروبوت الجراحي لعمل العمليات المعقده، عمليات الجراحات العمليات الجراحيه المعقده. وكذلك يمكن مؤخرا تم اضافه احدث جهاز للعلاج الاشعاعي، والعلاج الاشعاعي ده تم اضافته في مستشفى نيل بدراوي. المميز في الجهاز العلاج الاشعاعي الحديث ان هو يمكن بيعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، اللي يمكن هيوصل بدرجات النجاح ودرجات الشفاء للحالات لمعدلات عالية جدا، وكذلك يمكن بيقلل المخاطر اللي بيعملها الجهاز العلاج الإشعاعي في العلاج. ويمكن على سبيل التوسعة، مجموعة مستشفيات كليوباترا بصدد افتتاح أكبر مستشفى ليها قريبا إن شاء الله على نهاية هذا العام، هتكون موجودة في شرق القاهرة في منطقة التجمع الخامس، هتضم تقريبا 250 سرير، وهتضم أحدث الأجهزة العلاجية والتشخيصية المتواجدة. وكذلك يمكن بننوه ان احنا يمكن عندنا افضل مركز متخصص لعلاج التاهيل، سواء بالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج المائي. دايما في مجموعه مستشفيات كليوباترا بنسعى للتميز، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظن الجميع. فردود فعل الناس ورايها فينا ده يمكن اهم حاجه احنا بنبحث عنها، ويمكن ده المحرك الاساسي لينا، سواء في ان احنا نطور الخدمه الطبيه او حتى نطور البنيه التحتيه للمستشفيات. زياره الدكتور زاهي حواس لمستشفيات كليوباترا، وبالخصوص مستشفى كليوباترا اكتوبر، وازاي هو اظهر فيها تميزنا في التاهيل الطبي ما بعد العمليات الجراحيه الكبيره، زي عمليات تغيير المفاصل، وزي ان احنا بنوصل للمريض بعد هذه العمليات انه يمارس حياته الطبيعيه مره ثانيه في اسرع وقت. التميز اللي موجود في مستشفى كليوباترا اكتوبر هو مش بس على انه علاج وظيفي او علاج طبيعي، لا، كمان احنا عندنا علاج تخاطب وعلاج تأهيلي لكل الحالات الطبية المعقدة، وكمان علاج لحالات الأطفال، سواء الحالات اللي لها علاقة بفرط الحركة أو علاج التوحد. إن شاء الله بإذن الله دايما هنكون عند حسن نظر الناس. حكينا دكتور، ما ينفعش اعدي خبر زي حضرتك قلت ان افتتاح مستشفى جديد، ده يخليني اسالك اذا كان في افتتاحات او في توسعات او في استحواذات، وفي نفس الوقت نعرف الناس الكيان الكبير كليوباترا بيضم كم مستشفى، وهل في نية لتوسع اكبر خلال الفترة الجاية؟ يعني دايما ان شاء الله هيكون في نية للتوسع في الفترة القادمة. المستشفى اللي هيتم اضافتها جديدا او هيتم افتتاحها جديدا في 2024 في اخر العام، ان شاء الله باذن الله في حاجات كتير جدا جاية باذن الله. شرفتنا ونورتنا دكتور، شكرا جدا لحضرتك.